كل لحظات ببنت عمرها 5 سنين مش ممكن تنسيها لما امك وبيك عم بكون في مشاكل بالمنزل. البي عم يضرب الام. 13 عام من لبنان. مساء الخير. مساء النور. غنى قد ايه كان عمرك لما طلقوا اهلك؟ 5 سنين. 5 سنين. بلشوا المشاكل من ايمتى؟ بتتذكري بعمر 5 سنين؟ بتذكر مشاكل وصريخ وعيط. شو بتتذكر؟ شو المشاكل؟ شو اللحظات ببنت عمرها 5 سنين مش ممكن تنسيها لما امك وبيك عم بكون في مشاكل بالمنزل؟ البي عم يضرب الام. هيدي مش ممكن تنسيها؟ لا اكيد. شو كنت تعملي لما بيك كان يتعرض لوالدتك مثل ما عم بتقولي؟ كنت اوقف بالنص حاول ابعد بي بس ما كنت اقدر، كنت كتير صغيرة. كنت تبكي؟ اكيد. كنت تخافي؟ شي طبيعي كنت خافي. كان يتعرض لك إليك أنت كمان أم بس للوالدة؟ لا بس لأمه. أختك قد إيه كان عمرها؟ كان عندك أخوة بالبيت؟ أختك قد إيه كان عمرها؟ كان عمرها شي 2 سنين وشوي، 3 سنين هيك شي. وقع طلاق غنى بعمر 5 سنين، وين رحتوا؟ مع مين رحتوا؟ مع أمي، الحضانة كانت لماما. نعم. الوالد ترك المنزل؟ وبقيتي مع والدتك بالبيت. لما البي بيترك المنزل شو بياخد معه؟ الحنان، العاطفة، الحب اللي ممكن هو يقدمه للولاد. حرمتي من كل هول؟ قديه والدتك قدرت تأمن لك؟ قديه قدرت تلعب دور الأم والأب بنفس الوقت؟ هي حاولت كتير بس قد ما حاولت ما حتقدر تعود الحنان البي. يعني بضل في شي ناقص يعني؟ أكيد. الاستقرار، البي بأمن أيضا الاستقرار مش والحماية؟ يعني بتحس إذا الوالد موجود يعني في حماية أكتر؟ مش ضروري. لكن فيها الأم كمان تأمن الحماية والاستقرار. عم تقولي لي في شي ناقص، شو بينقصك؟ عاطفة البي. عاطفة البي. كيف أثر هالانفصال عليك غنى؟ عليك يعني إن كان نفسياً حكينا شوي، إذا نحكي اجتماعياً بالمدرسة بنت عمرها 5 سنين. ضليت غنى الشاطرة بالمدرسة. ما أثر عليك المدرسة؟ لا. حسيت صار في مسؤوليات أكبر لازم تتحمليهم بالبيت لما الوالد غادر المنزل؟ بركي لأنه أمي كانت تشتغل، كان عنا خادمة بالبيت، بدي أنتبه على أختي ودرسها وهيك المسؤولية مع الطبيعي بالبيت. حسيت إنك كبرتي قبل عمرك؟ إيه. لما صار له وقع الانفصال، وقع الطلاق، كيف خبروك انه البي رح يروح؟ ما رح يكونوا بقى معا موجودين في نفس المنزل؟ هن ما خبروني، فهمت لحالي. كان اريح يعني؟ ايه. ارتحتي اكثر بعمر 5 سنين؟ ضلوا البي عم بزوركم؟ لا. ما كان في لقاءات بينك وبين الوالد ابدا؟ لا. ما التقيتوا ابدا؟ يعني بفهم من عمر 5 سنين اليوم ما شفت الوالد ابدا؟ شفته بالصيفيه اخر مره شفته. نعم. وقتها كان وقت المحكمه كمان سنه الماضي بال 2006. نعم. محكمه شو مشان يخيروكم يعني وصلتوا على العمر لازم يكون في تخيير تنقوا ان كان الام او الاب. نعم. وكان لازم ياخذنا 15 يوم، اخذنا يوم قعد معنا 2 ساعة. كيف كانوا هالساعتين؟ ابشع 2 ساعة بحياتي. ليه ابشع 2 ساعة؟ يعني كنت مع الوالد اول شيء وقت رحتوا انتوا، وقت رحتوا عند الوالد امك شو قالت لك؟ قالت لك لازم تروحي، انت مجبوره تروحي ام؟ لا ماما بالعكس كانت على طول بتحب تفرجينا صوره كثير منيحه عن بيي. نعم. بس بيي لما كنا نروح لعنده هي 2 ساعة قعدنا فيها، امكم مش منيحه، امكم كذا، امكم كذا، يعني شبعنا حكي عن امنا، وامي عم بتفرج على طول الصوره المنيحه من بيي، وبحياتها ما قالت لنا انه بيكون مش منيح، بيكون تركن، بالعكس. نعم. قالت ظروف الحياه هي اللي ارادت انه نحن نصير هيك، بس بيكون ما له ذنب اللي صار، وبي كل الحق على امي عنده. هيدي اول مره شفتيه يعني 2 ساعة، كان في غيرها ام بس هدول الساعتين؟ بلكي نحن صغار كان يمكن بالسنه مره نمرق نشوفه. نعم. يعني وقت كثير قليل. يعني بهالساعتين قدرت تعرفي انت لا بدك تكوني مع الوالده. ايه. غنى اختك غوى عندها نفس
عندها نفس موقف من الوالد ام موقف ثاني عندها؟ ما بعرف، بدك تسألها. انا رح اسألها. استقبلوا معي غوى شقيقة غنى. كيفي؟ غوى قد ايه عمرك؟ 11 سنة. سمعتي اختك هلا غنى شو عم تحكي؟ كانت هلا بالسر بيني وبينك، هي مش رح تسمعنا. انت عندك نفس الموقف من الوالد ام عندك موقف ثاني؟ يعني نفس الموقف وغير الموقف. شو هو الغير الموقف؟ بحس انه لازم اعطيه فرصة. تعطيه فرصة؟ وقت كنت تروحي قعدتي معه هديك المرة، آخر مرة وقت قعدتوا ساعتين سوا، شو خبرتي؟ شو قال لك هو؟ قال لك قد ايه بحبك؟ أنت قلتي له قد ايه بتحبيه؟ قد ايه بتحبيه؟ كثير. إذا هلا أختك غنى تأثرت، ليه تأثرتي غنى؟ حرام. ليه حرام؟ عم تبكي على وضعك، عم تبكي على وضع اختك، او عم تبكي على وضع العائله بشكل عام؟ انه حرام اي ولد بهالحياه ينحرم من عطف ان كان الام ولا البي، لانه عطول لو شو ما صار بين الاهل مين عم يتحمل غير الاولاد؟ ما قلت تكوني غنى انت عم تبني هالحاجز بينك وبين والدك، عم بتخليه ما يتقرب منك اكثر؟ جربت كثير ما مشي الحال. إذا اليوم بدك تجربي بعد مرة، إذا اليوم بدك تجربي بعد مرة والدك عم يحضرك على الهوا هلا، شو بتقولي له للوالد؟ شو بقول له؟ إنك بتحبيه؟ لا، بس أنا معذورة. إذا الوالد عم بيسمعك غوا، شو بتقولي له أنت؟ ما عندي هلا شيء حكي له. ولا انك بتحبيه؟ بلا، كيف بدي بحبه؟